عودنا لحضراتكم مرة أخرى. السؤال اللي بيتطرح دلوقتي هو إزاي هيحصل تكامل ما بين الحوار الوطني أو الجزئية الخاصة بالاقتصاد في الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، ده هيحصل إزاي خاصة بعد ما مجلس الأمناء في الحوار الوطني أعلن أن هو هيحصل تكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني. ضيفي في هذه الفقرة دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الحوار الوطني. أهلا بك في الحياة اليوم. اهلا بيك يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الله يخليك، وسعيد بحضرتك جدا وجودك معايا. قول لي هنعمل ايه؟ ده سؤال مهم جدا. لما سياده الرئيس دعا للحوار الوطني في ابريل الماضي وبدا تشكيل مجلس الامناء واللجنه الفنيه والامانه الفنيه للحوار، وتم تعيين المقررين والمقررين المساعدين وتشكيل اللجان، فكان عندنا ثلاث محاور رئيسيه: المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. كل محور تحت منه اللجان الممثلة ليه. ده الموضوعات اللي تراءت الأمانة ومجلس الأمنة للحوار، إن دي الموضوعات اللي بتشغل الرأي العام والمواطن المصري. وده كان من خلال الباب اللي اتفتح على التواصل المجتمعي وفي الصفحة الرسمية للحوار الوطني اللي كل الناس تقدر تبعت مقترحاتها عليها. تشكلت اللجان وبدأنا الاجتماعات مع المقررين العموم ومع مجلس الأمناء، وفي أثناء ده واحنا بنجهز لانطلاق فعاليات الحوار الوطني كلهم فيما يخصه والموضوعات اللي هيتم نقاشها والمتحدثين والمدعوين من مختلف الاتجاهات والمشارب، من مع ومن ضد، ومن يعارض لأسباب فنية وأسباب تكنوقراط، ومن يعارض لأسباب سياسية، في كل المحاور مع الخبراء. جت دعوة سيادة الرئيس وفخامة الرئيس في سبتمبر الماضي، الشهر اللي فات على طول، في افتتاح المدينة الأولمبية في إسماعيلية إلى المؤتمر الاقتصادي وتكليف دولة رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادي. فالناس بدأت تتساءل. أيوة أنا عارف، هو أنا بالظبط كده، الناس بدأت تتساءل الفرق ما بين ده وده إيه؟ ما أنا عايزك تشرحه لي. أنا بعمل التمهيد ده للي بيسمعني. كويس. كويس. هو ليه التساؤل ده جه من هنا؟ طبعًا الإجابة عليه كانت واضحة إمبارح في المؤتمر الإعلامي والبيان الصحفي اللي عملته إدارة الحوار ومجلس الأمناء. احنا النهارده في مرحلة استثنائية في تاريخ الشعوب كلها، من حيث الاقتصاد العالمي وما يمر به من صدمات وحاجات ما شافهاش العالم بقاله فترات طويلة. صحيح. دخلنا في جائحة ضخمة جدا هي جائحة كورونا، حصل ركود، وقف لكل الانتاج، وقف لكل الاسواق في العالم. في بعض الدول اخذت اجراءات زي الولايات المتحدة الامريكية من طباعة النقد وطباعة العملة وتوزيع على المواطنين و دعم الشركات. ده دي اشياء نحن نتابعها. حدثني عننا، عن مصر. ما هو ده اثر علينا. حلو، كويس. ده اثر علينا تاثيرات كبيره جدا، من تضخم، من ارتفاع اسعار، من فايده عاليه، ده كله خلانا في مرحله مهم جدا يكون في حوار وطني، مهم جدا نسمع كل الاراء. فخامه الرئيس عايز يسمع كل الاراء المتفقه والمختلفه. طيب هل هفوت الفرصة دي وما يكونش عندي مؤتمر اقتصادي اخاطب كمان الداخل والخارج؟ لا، ده كان لازم ومهم جدا. انا عندي استثمارات اجنبية النهاردة بتخرج من السوق المصري لاسباب بقى كتيرة. عندي اوروبا عندها ازمة ضخمة جدا، فعندي فرصة ان انا اجتذب المستثمرين الاوروبيين والمصنعين يجوا عندي، لان الوضع عندي هيكون افضل بكتير من توفر الطاقة والايدي العاملة واشياء اخرى. طيب المؤتمر الاقتصادي ده هو 3 ايام، هيكون 3 محاور رئيسية، جلسات عمل، الحكومة بكل تشكيلها، جهات كل ممثلين القطاع الخاص ورجال الأعمال مدعوين، وجهات أوروبية وأجنبية ودولية بتهتم بالشأن الاقتصادي والشأن المصري. أنا النهاردة كحوار وطني إزاي أخد الفرصة دي واستفيد بيها؟ ده اللي اتقرر بعد دعوة السيد رئيس الوزراء لمقرري المحور الاقتصادي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي. هل انتوا أخدين بأفكار على الـ 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 هذا المؤتمر ولا داخلين مستمعين؟ الى الان الدعوة للحضور لم تحضر. المشاركة، ما انت طبعا، ما انت اكيد هتحضر، انت تستطيع المشاركة، محدش بيمنع اي مصري ولا اي مستثمر ولا اي متخصص ان هو هيخش في مؤتمر هيتكلم بالتأكيد. انما انت عندك لجان طول النهار وعندك اجتماعات طول النهار وعندك جلسات على مدى 3 ايام والرقعة واسعة جدا، بتهالي رقعة المؤتمر الاقتصادي اوسع شوية من الحوار الوطني. انت في الحوار الوطني بتبص على قوانين، بتبص على إصلاحات محددة، بتبص على تشريعات، بتبص على تمكين على المدى المتوسط والمدى البعيد. إنما المؤتمر الاقتصادي هيناقش أيضا كمان القرارات الآنية،
الآن أنا مطلوب مني إيه كحكومة وكدولة عشان أساعد المستثمر، مش كده؟ لا، يعني في توضيح أكتر. اللي هيعمله المؤتمر الاقتصادي هو الآني. أيوه بالظبط. والآني تحتمل إن القرارات دي يتم اتخاذها في المؤتمر وتطلع بيها القرارات والتوصيات والقرارات الوزارية الحكومية. دي جهة تنفيذية. الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية، فأنا عندي مساحة أكبر أدخل إن ديتيل، أسمع كل الأصوات. عندي الوقت، ما عنديش سقف زمني، عندي لجان متخصصة جدا. يعني أنا اللجنة اللي بمثلها لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. مطروح علينا أفكار وموضوعات كبيرة جدا، داخلة في التشريعات، داخلة في بيئة الأعمال، داخلة في مزاحمة القطاع العام والدولة للقطاع الخاص، داخلة في توطين بعض الصناعات في مصر. إيه معوقات إن أنا أوطن صناعة، إن أنا أقول مصر دي بتمتاز بالصناعة دي؟ ده مش هينفع يكون في مؤتمر مدته 3 أيام. لا طبعا، انت في الحوار الوطني ده بتشتغل عليه لانك انت عندك معطيات كتير ومتحدثين كثر، والباب مفتوح لكل مواطن مصري عنده رأي انه يحضر ويشارك ويقول رأيه. كويس. فهنا انا اقدر اخد من القرارات اللي هتصدر في المؤتمر الاقتصادي وادخلها عندي في الحوار الوطني. ومن الاراء ايضا. ومن الاراء ممكن رأي يتقال احنا في الحوار الوطني نرى انه رأي معتبر، ولكن لضيق الوقت ولان الدولة عايزة تاخد قرارات سريعة من المؤتمر ده تجني ثمار سريعة، فما يتخدش بيه في وقته. احنا في الحوار الوطني نبني عليه ونعمل جلسة نقاش حول هذا الرأي ونطلع بيه بعض التوصيات لمجلس الأمناء وترفع إلى سيادة الرئيس. فهنا في تكامل ما بين ده وده، مفيش اختلاف بالظبط. ما أنا عندنا أنا تكامل أنا واضح واضح جدا، والتنسيق بدأ بالفعل. يعني وخصوصا المحور الاقتصادي، المحور الاقتصادي بالثمن لجان بتوعه كل مقرر لجنة ومقرر مساعد بيشتغلوا النهاردة احنا نقدر نضيف للمؤتمر ايه. يعني في 16 شخصية خارجة من الحوار الوطني ويتمن لجان الاقتصادية المختلفة وحتشارك في المؤتمر الاقتصادي. بالظبط، مش كده؟ 8 لجان ب16 شخصية زائد المقرر العام للمحور والمقرر المساعد، 20 شخصية. 20 شخصية رايحين نحضر هذا المؤتمر على مدى 3 أيام بالأجندة بتاعته. بالظبط، اللي هي المعلنة. انت شايف ايه أكتر حاجة تتوقع أن تكون يكون فيها نقاش أو يكون فيها تعليق أو في هذا المؤتمر؟ ايه اللي هيخش المستثمرين يتحدثوا عنه؟ طبعا من الأجندة المعلنة اليوم الثاني. اليوم الأول هو كل الخبراء والوزراء المعنيين هيتكلموا عن الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، الرؤية والرؤية فين وعملنا ايه وكده، معدلات النمو وخلافه. انا شايف ده يوم هيكون يوم اكثر للخبراء والمختصين بالاقتصاد. اليوم الثاني وهو تمكين القطاع الخاص، ده هيكون يوم المستثمرين ويوم كل رؤساء جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال والشركات الاجنبية والهيئات الاجنبية. هو النهاردة ده الكلام اللي بيدور حوالين الاقتصاد المصري. هل القطاع الخاص واخد حقه؟ هل بيئة الاعمال مناسبة؟ هل قانون الاستثمار اللي صدر في 2015 مشجع؟ ده هيكون يوم فيه معطيات كثيرة جدا. اليوم الثالث وبالطبيعة انه اخر يوم بيكون فرشة للمستقبل، لانه بيتكلم عن خارطة الطريق للقطاعات الاقتصادية المصرية. فده ترتيب اللي عمل الاجندة راعى فيها ده، ان انا بعمل فرشة للمؤتمر، بدي ارقام اقتصاد كلي، تاني يوم بدخل في لب الموضوع وهي مشاركة القطاع الخاص، تدفق الاستثمارات. هل تتوقع من الحكومة ان لو القطاع الخاص والمستثمر المصري او يعني القطاع الخاص بعموم مصري أجنبي او اجنبي موجود كل اسباني هنا، لو هم علقوا على اشياء معينة وعملوا مطالب؟ هو طبعا اول حاجة هتكون ازمة الدولار وازمة البنكية، خلينا نكون واقعيين، هو لازم هيناقش ومحطوط في المحور النقاش وهيكون علني طبعا. بالظبط كده. هل تتوقع ان يتم اتخاذ قرارات بناء على طلبات فورية في هذه الاجتماعات؟ مما لا شك فيه توقعاتنا ان هيكون في قرارات فورية، وهيكون في قرارات على مستوى دولة رئيس الوزراء، وقد يكون في قرارات رئاسية. ليه؟ لان هو انا لما ادعو المؤتمر زي ده وبيدعو لي رئيس الدولة ويدعو كل الدولة مشاركة فيه بكل قطاعاتها، اذا لازم هيتخد قرارات قوية. محافظ البنك المركزي مشارك وله جلسة كبيرة هيتكلم عن كل ده. فلما يطلع احد المستثمرين ويتكلم في فتح الاعتمادات المستنديه، في توفير الدولار، في لازم ارد عليه بقرار، والا هنتحول من او اقنعه انا اخذ قراري ده ليه. يعني هو في كلا الحالتين لازم سيحدث النقاش. بالظبط. او اقول له ان انا عندي خطوات بداتها، لان برضه عشان ما ننكرش بالفعل اتخذت الدوله بعض الاجراءات منذ اسابيع بتوجيه من سياده الرئيس في بعض المؤتمرات، وبدأ يتفتح وتتحل الأزمة في فتح الاعتمادات المستندية، خروج البضاعة من المواني. وطبعا القرار الأهم من ده
ان انا البضاعه دي كانت بتكلفني برضو دولار، ارضيات لشركات وخطوط ملاحه اجنبيه، فده هو ده التوازن. مع ده الدمرج اللي كان بيدفع، الدمرج اللي بيدفع ارقام كبيره جدا والشركات اجنبيه. انا كان عندي احسن انك انت تطلع قرار وتطلع الفلوس وتقعد الحاجه في البتاع ده، ومصر هي اللي تحصل الفلوس دي بدل ما بنضطر ان احنا ندفعها للاجانب. بالظبط للامانه ده اللي حصل، ولذلك اتخذ قرار في ده، اتخذ قرار فيها يعني ده حصل فعلا. ده حصل اللي حضرتك بتقوله ده بالنص، اتدفعت الدمرج وتوقف، والبضاعه اتنقلت في المواني الجافه والمواني الداخليه لينا لحد ما يخلص اجراءاتها وجمارك وخلافه. كويس جدا. وبالتالي اصبح انا بدفع للحكومه المصريه، وده مبلغ اقل كثيرا جدا جدا ولدولتي، وداخل على دولتي مش داخل على المجموعه اللي بره. فده اتخذ القرار ده وعمل حراك كويس ومردوده ايجابي جدا على المستثمرين والمستوردين والمصنعين، لان معظم الحاجات اللي في المينا حضرتك انت عارف خامات ورو ماتيريال للصناعه، ما بقيناش تاني نتكلم عن ترفيه وسلع، احنا بنتكلم في حاجات اساسيه وضروريه. فاظنه ان ده حصل بمجرد ما وصل هذا التقارير المختلفه، طبعا التقارير المختلفه للجهات السياديه في الدوله ولرئيس الدوله. هل تعتقد ان هذه التقارير هي التي ادت الى دعوه الرئيس انه يحصل مؤتمر اقتصادي؟ لا اعملوا بقى مؤتمر وهاتوا كل الناس دي يقعدوا ويقولوا عايزين ايه واحنا نشرح لهم القصه. ما يعني انت كده بتجمع الحاله الاقتصاديه في مصر، مستثمرين وبنوك وخبراء وكذا، ثم ايضا الحوار الوطني بعدها سيستمر، انت كده جمعتهم كلهم تحت مظله واحده علشان يتحركوا بالاقتصاد المصري. صح. انت شايف ان التقارير دي هي اللي ادت؟ طبعا انا شايف ان سياده الرئيس بيتابع اصل المشاريع بشكل، واحنا بنلاحظ ده كلنا بشكل بتفصيلي بشكل متتابع جدا، يعني ما بيروح يبص على مشروع بتطوير طريق، تطوير محور، مصنع، افتتاح. لا هو الحقيقه احنا ما بنلحقش عليه اخبار. بالظبط. انا اسف يعني، ما هو انا ما كل يوم عندي، انا عندي كل يوم 3-4 اجتماعات للرئيس بيتابع فيها مشاريع احنا نفسنا نسيناها. بالظبط. لما حد بالشخصيه دي وبيتابع التفاصيل دي اكيد كل اجتماع بيسمع كلمه من المسؤول عن هذا المشروع، يا فندم احنا بس البضاعه ما جاتش لسه اصل الاعتماد المستند. انا متوقع ده بيحصل. طيب فندم احنا اتاخرنا في المشروع ده لان الماكينات في المانيا مستنيه. طب كويس. عندنا بقى هنا ناتي مره اخرى، ده هيكون سؤالي الاخير لحضرتك، وهو طيب الاختلاف في وجهات النظر الاقتصاديه. في مستثمر داخل يقول لك افتح لي بشكل كذا 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 وبشكل مختلف، وفي واحد اخر يقول لك لا والله احمي لي الصناعه المحليه بتاعتي، ما انا مستثمر عشان اعمل كذا، وواحد عايز يعمل استيراد علشان. صح. بالظبط. في هناك اختلاف في وجهات النظر احيانا، وايضا بيكون مع الغرف التجاريه بيكون في مشكله في التحرك. طيب ايه اللي هيحصل في المؤتمر الاقتصادي؟ نوزنها ازاي لما يكون عندي اراء مختلفه وكلهم اصحاب مصلحه وكلهم محتاجين حاجه؟ مين اللي يقول الراي ده هو الصح والراي ده لا؟ ده موضوع في غايه الخطوره وموضوع جدلي، مش بس في مصر، في كل دول العالم. أصحاب المصلحة مختلفين دايما في مصلحته، المستورد والصانع والتاجر والوسيط والناقل، كل ده، والموزع طبعا، والموزع وكل سلسلة الإمداد اللي تحته. طيب والدولة دورها هي منظم ورقيب على كل الناس دي، تقدر تقوم بدورها وتقوم بالمصلحة بتاعتها. أنا شايف إنه لما يكون عند الدولة الداتابيز والمعلومات الكافية عن كل القطاعات الصناعية، هنا نقدر متخذ القرار يقدر يفصل. عندي سلعة أقدر أصنعها في مصر، خاماتها موجودة. هنا لما أقول إن أنا برسم عليها، بفرض عليها رسوم للإغراق، مش عايزها تدخل عشان أحمي الصناعة المحلية، بالتأكيد ده ما حدش يقدر يقول له لأ، دي دولة ودي بلد كلنا خايفين عليها. إنما لما يكون عندي سلعة الخامات مش متوفرة، النو هاو لسه مش متوفر، التكنولوجي مش متوفر، وأجي أقول إن أنا هفرض عليها، معناها إيه؟ إن أنا هستوردها برضو بس أسعارها زادت جدا على المستهلك. هذه هي الرؤى الاقتصادية، هو ده اللي انت بتتكلمني فيه. بالضبط. وهو انا عارف ان هو ده دائما وفي اي دولة في العالم الصراع داخل كل الغرف التجارية، ما بين المصنع اللي عايز يأصل ويعمل وكذا، وبين المستورد، وبعدين ممكن المصنع يكون سعره اغلى من اللي جاي من بره لان في عمليات اغراق والدولة بتحب ما تحمل اغراق. هل ده سيتم طرحه في هذا المؤتمر ايضا؟ طبعا هيتم طرحه وهيتم النقاش عليه، وده في جلسة هيكون بيراقبها كمان منظمة التجارة العالمية وكل الجلسة محددة لكده للنقاش حول التدخل في سياسة التجارة الدولية وعلاقة مصر بالاقتصاد الخارجي. ما انت كدولة النهاردة كمصر مش عايش لوحدك. انا لما بفرض رسم اغراق على منتج من دولة اخرى، ما هي بتتجه الى منظمة التجارة العالمية وتشتكيني.
انت ليه بتفرض رسم اغراق على المنتج بتاعي لما يدخل بلدك؟ وممكن دول بتاخد ده بالعكس، ودي الحرب مثلا التجاريه بين امريكا والصين، وحرب اشتعلت بسبب ده. فالنهارده احنا كدوله ما بناخدش القرار ده غير بدراسه مستفيضه، ده هيكون له جلسه نقاشيه عشان نسمع الاراء والاراء المختلفه، وعشان العالم يشوفنا ان احنا مش ضد حد. انا ما بعملش اي حمايه لمصنعي او لمنتجي المحلي غير لما يكون حقي ان انا احميه. في عندي فعلا حد عايز يعمل اغراق لمنتجي، في بعض الدول بتبدا تدعم صناعتها بشكل ضخم جدا عشان تتصدر لبعض الدول توقف الصناعه دي في الدوله الثانيه. وده مش عايزين ندي امثله ولكن معروفه للكل اللي بيشتغل في البيزنس. ده كل في كل في كل هذه الدينا كلها نظريات، ده شغلكم في الاقتصاد. هو الاقتصاد كله مدارس ونظريات. لا مش كله خط وكله ضرب كتاف وكله كل حاجه، بس احنا في الاخر نبقى يا دكتور الله يكرمك بقى، احنا اللي في الاخر بندفع زياده يعني، احنا تعبنا حضرتك. احنا النهارده في حرب في اخر الدنيا، كل العالم بيدفع ثمنها. هي ما عادتش في اخر الدنيا يا بيه، كل العالم يا فندم بيدفع ثمنها، كل العالم بدون استثناء. انا كنت قايل لك ان اخر سؤال، بس انا عايز اسالك سؤال بقى، الى متى؟ هو العند ده هي حرب تكسير العظم دي، هم مش هممهم، هم مش سامعين عظام الدول اللي عماله تتكسر والشعوب اللي عماله تطحن في هذه المواجهه ما بين شرق وغرب. انا ماليش دعوه باوكرانيا وروسيا، لا لا، اوكرانيا وروسيا صوره مصغره، ايوه، انما ده شرق وغرب. لا مش الطحن اللي بيحصل ده مش هممهم؟ لا مش هيفرق مع حد، هو خلاص انت في العالم النهارده نظريه المصلحه والقوه وفرض السيطره، فخلاص احنا لازم دورنا احنا كبلد ان شاء الله يعني هتقدروا تحموا الاقتصاد المصري؟ باذن الله الاقتصاد المصري هيكون في خير، وبجد مصر قويه ان شاء الله، والحوار الوطني ده باذن الله، بس الاعلام والمجتمع يتفاعل وياخدوا الامور بجد، هنسمع لكل الناس وهنرحب، وهيكون هو بدايه لان احنا نوصل القياده السياسيه اراء الناس كلها بتفكر ازاي. دكتور سمير صبري، مقرر لجنه الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، بشكر حضرتك على وجودك معايا في هذه الفقره، جدا بكون سعيد لما بكون قاعد مع حد منفتح للاراء وبيتحدث معانا. شكرا جدا على وجودك معايا على الحياه اليوم.